شعب مغلقة، عدم توفير للميزانية، تكدس طلابي، أسباب رئيسية يقول الطلاب أنها وراء فصلهم من كليات هيئة التطبيقي. احنا مطالبنا بنغير اللوائح وقوانين الكليه، العميد مو بيده هالشيء، يعني هذه رسالتنا نوجهها لوزير التربيه او اعضاء مجلس الامه، نبي تمديد فتره البقاء، واستثنوا المفصولات. بس استثنوا المفصولات، رحمونا، نبي مستقبلنا بس. تكاثرت المشكله هذه وكبرت المشكله هذه خلال السنتين اللي طافت والثلاث سنين اللي طافت، قمنا ما نشوف طلبه ما يسجلون مواد، قمنا طلبه ينفصلون، والسبب ان الشعب مغلقه، الطالب ينقص معدله ما يقدر يرفع، والسبب عدد الوحدات قليله. انا صار لي الحين 5 سنين للحين ما خلصت وحداتي، ما خلصت موادي، يعني ما بقى لي شيء، كل مره كورس اول يفصلوني، اذا انا متى بخلص وهم مو راضين يمددون مده البقاء. مطالبات من قبل بعض النواب بايجاد حلول جذريه لهذه المشكله التي اصبحت كابوسا يؤرق مستقبل بعض الطلبه. احنا بدورنا كنواب وممثلين على الامه نسعى دائما بتوفير هذه الطلبات لانها ضرورية وندعمها بقوة، خاصة فيما يتعلق في القضية التعليمية. احنا نؤكد على هذه الحكومة ان تكون يعني داعمة للتعليم، ولا نبي نقول مثل ما يقولون المثل المشهور عين عذاري، تسقي البعيد وتخلي القريب. احنا نطالب بتوفير ميزانية حتى تتوفر جميع الشعب الدراسية، ويتم يعني انهاء الدراسة لبناتنا وأولادنا في فترة زمنية قصيرة بسبب ولله الحمد توفير الشعب الدراسية والميزانية اللازمة لهذا الأمر. وأيا كان رأي المسؤولين، يرى المعتصمون بأن الجلوس على طاولة الحوار والمسؤولين يساهم في عودة المياه إلى مجاريها والحد من حالات الفصل. أغلق الباب على مستقبل بعض طلبة التطبيقي الذين فصلوا لأسباب أبرزها الشعب المغلقة. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.